السلام عليكم. مقطع قديم ونادر يصور بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يعيش فيه. ستشعر أنك في بيت النبي. يا له من شعور. صلي على محمد. لا شك أنك قد مر في بالك تساؤل عن شكل الحياة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة، والفراش الذي كان ينام عليه، والأثاث الذي كان يملكه في المنزل. هذا الفيديو الرائع يوضح لكم كل زاوية من زوايا بيت سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتابع معا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. حين أمر النبي الصحابة ببناء المسجد النبوي الشريف، قاموا أيضا ببناء بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وكانت هذه البيوت ملاصقة للمسجد النبوي. فتم بناء بيت للسيدة عائشة رضي الله عنها، وخلفه بيت لابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومنزل لسيدتنا حفصة رضي الله عنها وبقية نساء الرسول عليه السلام، وذلك بشكل صف متلاصق، وأبوابها جميعا تفتح على ممر واحد. أما شكل البيوت وأساسها فكان كالتالي: بيوت رسولنا الكريم بعضها كان جدرانها من الطين وسقفها من سعف النخيل، وبعضها من حجارة مصفوفة فوق بعضها وسقفها من سعف النخيل أيضا. وكانت مساحة كل بيت تقريبا 4.5 أمتار بارتفاع 3 أمتار، أي أصغر من غرفة في بيت أحدنا اليوم. في البيت مدخل صغير وحجرة أبعادها 3.5 أمتار ب3 أمتار، وتشكل المساحة الأكبر في البيت، ويشكل المدخل والممر باقي المنزل. والمسافة بين باب الحجرة وباب البيت 3.5 أمتار. وكسبيل المثال، فبيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان له بابان: باب غربي يفتح على المسجد من الناحية الغربية، ويلاصق الباب الغربي لكل حجرة في المسجد، وباب شرقي يفتح في الممر الذي بين الحجرات وكان من خشب العرعر. ويلاحظ أن الجدار الغربي للبيت هو جدار الحجرة الغربي، وباب البيت الذي يفتح على المسجد هو باب الحجرة الغربية أيضا. ويوجد ممر خلف الحجرات، وهو الذي كان يستخدمه النبي للمرور على نسائه، فهو يوصل إلى جميع بيوت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقضي ليلة عند كل زوجة من زوجاته. ورد أن باب الحجرة كان عرضه 70 سنتيمترا وطوله 1.5 متر. أما مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن سريرها كان من الجريد وله وسادة، وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأدم وحشوه ليف، وكانت وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم وحشوها من ليف أيضا. وكان بيته صلى الله عليه وسلم بسيطا خاليا من مظاهر الترف. وتصف أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها جهاز حجرتها وكيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما وحشوه ليف، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فقيرا، ولكنه كان زاهدا، ولو شاء لملكه الله الدنيا وما فيها، ولكنه كان يعلم أن هذه الدنيا فانية. وهو القائل عليه السلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما عرض علي ربي ليجعل بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن عجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على إشارة الإعجاب ومشاركته مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. ودمتم في حفظ الله ورعايته.